السلام عليكم، هذا فيديو ثاني لمريض عنده متلازمة النفق الرسغي أو الكاربل تانل سندروم. طبعا أتحس بتنميل وخدران في يدها، وفي الليل قالت إن هي تضطر إن هي زي ما قلت تهز يدها وكذا باش تخفف الأعراض. فلنبدأ بالاختبار الأول اللي هو التاينل تيست، اللي هو نحن نديره بركشن أو طرق على العصب الميديان نيرف، أوكي، اللي هو في الوسط. بالطريقة هذه دي في تنجلينج all the way okay. yeah. فقلت لك حسيت ان الاعراض تلتقي لرقبتها، لان هو طبعا العصب يجي من الرقبة اللي هو ال C8. طب الطلبة الطب يعرفوا الحاجة هذه. الاختبار الثاني اليد الثانية بدرجة اقل، دي في تنجلينج هنا not much right. This okay. is the worst. Okay. Yeah. اكثر قلت لك على اليمين. Okay. Can you put your hands like that? No, the other way. Yeah. Like that. Yeah. Okay. Put them together. Like this, yes. And let me know if you feel any tingling now. Yeah, you feel my shoulder. No, like a tingling. Do you have like your hands go numb or tingling now? Yeah. Yeah. Which one? This one. This one. The right one. Yeah. Yeah. Again. Okay. That's fine. Okay. So نفس الشيء حسيت بالأعراض. هذا يقول له فالن تيست وتحس